كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا الفيديو اليوم. انا جدا حابه سلسله الالوان اللي عم عيشها هالفتره لانه عم بتطلعني من الروتين اللي انا عايشته او الالوان اللي انا بلبسها بالعاده، يعني لون برتقالي واللون الابيض الالوان اللي انا عملت عنهم فيديوهات من قبل، اذا ما شفتوهم روحوا شوفوهم، طلعوني من الروتين. ولكن اليوم رجعنا للروتين او لحياتي او اللون اللي انا بحبه جدا اللي هو اللون الاسود، لانه انتم طلبتوا انه اعمل فيديو كامل باللون الاسود. انا حابه فكره انه انتم صرتوا تشوفوني بدون ميك اب اكثر من ماما بتشوفني بدون ميك اب. قبل المكياج رح احط ماسك للبشره، وجبت هذا الماسك مخصوص مشان هذا الفيديو اللي هو ماسك باللون الاسود وكمان فيه نجوم. فبعد جديد اول صدمه طلعت العلبه لونها فضي، انا كنت متوقعه انه لونها اسود لانه هذا الماسك المفروض يكون اسود وفيه نجوم وهيك، فما بعرف ليه طلعت العلبه لونها فضي. حسب النيه يعني، انا نيتي كانت سودا بصراحه. ياي طلع الماسك اسود وفيه نجوم جايز، ف يا الماسك اسود وفيه نجوم. اوكي الماسك ملمسه جدا بارد، بعد 30 دقيقه جف الماسك رح شيله، بس منظره كثير حلو على وشي. نشيله بهالطريقه. هلا اجى الوقت للمكياج، سو رح بلش بالمكياج. اليوم بدي ميك اب يكون البشره فيه تغطيه حلوه كثير، فرح استخدم فونديشن هدى بيوتي. فوق الفونديشن باخذ شوي من هاد فرسالي اويل بحطه على الفونديشن. هالخليط الفونديشن مع الاويل بخلي الفونديشن ينزل على البشره او يندمج مع البشره مثل زجاج، ما بعرف كيف احكي لكم. واجت الخطوة المفضلة عندي اللي هي خطوة الحواجب. طبعا مثل ما بتعرفوا انا الوجه الاعلامي للحواجب لمنتجات بنفت لسنة 2019، طبعا منتجات بنفت للحواجب هي رقم واحد، انا كثير بحبهم، يعني ما حكيت عنهم من فترة، ولكن انا الوجه الاعلامي لهالمنتجات، والمنتجات رائعة رائعة رائعة، كثير بحبها، فاليوم رح ظبط حواجبي معكم. الفترة الأخيرة عم حب الحواجب يبينوا كثير طبيعيين، سو ما عم شيل كثير منهم شعر، عم خليهم يطولوا هيك. بعد ما مشط الحواجب رح آخذ جيمي براو ماسكارا من بنفت. فرشايتها للمسكارا كتير صغيرة سو جدا مريحة بالاستخدام، بتعطي لون للحواجب وبتثبتهم كمان وبترسمهم بطريقة طبيعية، الخطوط ببينوا جدا طبيعيين وهي منتج واحد تخيلوا. فنفس الشيء للحاجب الثاني. هالمسكارا هيك بتريح حياتكم، بتختصر عليكم كتير قصص وبتريح حياتكم. رح اخذ هالمسكارا الشفافه 24 hour brow setter من بنفيت، هي شفافه بس بتثبت الحواجب بمكانهم طول الوقت، فلحتى يضلوا حواجبي ثابتين بمكانهم باخذها وبعمل طبقه على حاجبي من اوله لاخره. للاي شادو رح استخدم تو فيسد شوكليت جولد باليت اللي هي هاي، طبعا لازم الاي شادو يكون باللون اسود بس ما رح نحط دغري لون اسود. اول شيء رح بلش بلون بني. غيرت الكاميرا، هذا الهايلايتر اسمه كوكي من بنفيت، لذيذ 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 لذيذ، خمسة لذيذ لأنه شكله على البشرة بشهي هيك لمعة بتجنن بتجنن بتجنن. طبعا عم بستخدمه من علبة تشيرليدر، بعلبة تشيرليدر في الهايلايتر كوكي وهولا وهولا كراميل اللي هو أغمق من هولا، وفي كمان بلاشرز حلوين. طبعا غيرت لبسي لانه الجو برد، حسيت ببرد فغيرت، لبست شيء بدفي شوي. هلا بدي اكل وطلبت اكل باللون الاسود، خليني افرجيكم اياه. استنوا، طلبت برجر باللون الاسود، رح افتح انا وانتم، هي اول مره بشوفه، صرنا نشوف كيف شكله. في تغليف فضي، ما بعرف شو قصتنا مع الفضي اليوم. لونه للبرجر اسود، ان شاء الله بس ما اتسمم وانا عم باكله، بس شكله بشهي. البرجر جدا طيب. لاحظوا الأحذية عندي، أسود 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 أسود، أبيض نيود ومعه كمان أسود، كل شيء تقريبا أسود. إذا هي مريحة باللبس، قررت إنه ألبس هاي الشوز لأنها عالية كمان بتعطيني طول وبنفس الوقت مريحة. وغيرت لبسي، لبست شوز سودا وجينز تيشيرت أسود وجاكيت طويل أسود.
ما بعرف ليه عم شارككم هالشي، بس دائما بشارككم شغلات الإيجابية. خليني شارككم كمان إحساسي حاليا بهالدوخة الفظيعة والصداع المؤلم. إذا الحالة سائت ما رح كمل اليوم الفيديو، بس إذا الحالة ما سائت رح كمل لكم. إذا الحالة ما سائت رح كمله اليوم، إذا الحالة أو حالتي سائت وتعبت أكتر رح كمله بكرة. صباح الخير، نحن بتاني يوم هلأ. طبعا مبارح مرضت وتعبت ونمت، اليوم رايحة على المستشفى هلأ أول شي الصباح أشوف سبب الصداع شو، لأنه مبارح ما كملت لكم يومكم باللون الأسود، فاليوم رح كمل هالفيديو. فاليوم رح أعمل شغلات وكمان باللون الأسود. دكتور قال لي انه التعب اللي حسيتيه امبارح والصداع وهالدوخه سببها الارهاق، او انه ما عم ترتاحي كثير منيح، بس ما في شيء خطير الحمد لله. المفروض طلبت اسباجيتي باللون الاسود، لانه دورت كثير كثير عن اكل باللون الاسود، واخيرا لقيت اسباجيتي بمطعم وكان لون اسود، مسمينه بلاك اسباجيتي. البوكس لونه ابيض، بس المفروض الاسباجيتي اللي جوا لونه اسود. يس، هي بنفسها سوداء بس في عليها صوص لونه ابيض او شيء، بس انه هي سوداء. شكله ما بشهي، بس لا تحكموا على الكتاب من عنوانه، فخلينا ندوقه وبعدين نحكم. واذا ما كانت طيبه في عندي شغلات تانية باللون الاسود انا اشتريتها. طلعت طيبه بصراحه عن جد، يعني ما توقعت هالقد طيبه عن جد. لا تحكموا على الكتاب من عنوانه، بس الصوص اللي عليها بالمشروم او بالفطر، ف ما بعرف، ميكس غريب بس طيب. ان شاء الله بس ما اتسمم بعد هالفيديو اليوم. طبعا اهم شيء لازم اعمله انه لم الشنط وضبضب اغراضي، لانه مسافره بكره الفجر، فلهيك يعني اليوم يمكن لم الشنط معكم بهذا الفيديو. وانتم دائما بتطلبوا مني فيديوهات طويله، نور طولي الفيديوهات تبعك، فرح بهالفيديو يعني لم الشنط معكم. كمان احكي لكم شو اخذ معي على المطار. كثير مشهي اشرب كرك. الكرك هو شاي وحليب ببيعوه هون، كثير مشهور بدبي، يعني انا ما بعرفه من قبل، تعرفت عليه هون. يمكن هندي، هو يعني اسم كرك هندي، ما بعرف المعلومة الصحيحة مش عندي، يعني لا تفترسوني بالتعليقات. إذا عندكم المعلومة الصحيحة علقوا لي إياها، بس إنه يعني مشتهي أشربه. بس خلوني أكل هالمكرونة أو الأسباجيتي السوداء وبعدين الله يفرجها. صراحة طيبة عن جد طيبة. خلصنا أكل الأسباجيتي السوداء الحمد لله، الحمد لله شبعت. وهلأ إجا الوقت أنه لم الشنط، لأنه مسافرة بكرة الفجر. بس قبل ما لم الشنط رح فوت على الحمام أعمل تقشير لجسمي، لأنه عندي مقشر باللون الأسود، هذا الفيديو كله باللون الأسود، وكمان عندي غسول للبشرة باللون الأسود. مثل ما انتم شايفين بالاوتيل تبعي في هالبانيو اللي بيطير العقل، بس الحقيقه المره ما استخدمت هالبانيو غير تقريبا مرتين بكل هالرحله، والمفروض كان استخدمه اكثر واكثر واكثر، واليوم قررت استخدمه قبل ما اسافر لحتى انه هيك حلل سفرتي اكثر، انه استفدت يعني من هالبانيو اللي بجنن. اول شيء راح اغسل بشرتي بهالغسول لانه بالفحم ولونه اسود، مع انه انا كثير بحب غسول كلينيك هاد، ولكن اليوم لانه كل شيء باللون الاسود رح استخدم هذا، ورح استخدم هذا سكراب اكيد رح استخدمه لانه لونه مثل ما شايفين اسود. فبلشت تعبئة البانيو، جهزت الروب باللون الاسود كمان لحتى البسه بعد الحمام. بس لتاخذوا فكرة، هاي كمية الأكياس والأغراض اللي جبتها من دبي لازم أخليها بالشنط. كيف ما بعرف، وفي في شغلات تانية على فكرة، وفي قصص تانية، في قصص كتير غير هاي. فرغت كل الأكياس، شايفين كمية الأكياس هاي كلها فرغتها، أخذت منها الأغراض وحطيتهم بهالجهة مشان لما ينطفوا الغرفة يكون سهل عليهم يعني ينطفوا الغرفة، فحطيتهم هون بهالمكان. هون في عندي الشغلات اللي باخذهم معي على الطيارة. باختصار أخذت وايبس لشيل فيهم المكياج، ماسكات وشغلات العناية بالبشرة، ومكياج بسيط اللي هن الحواجب أهم شيء، وحمرة بلون طبيعي، وآيلاينر وبودرة وبرونزر وبلاش إذا بدي، يعني شغلات خفيفة. فيا هدول رح أخذهم معي على الطيارة. اشتريت شيبس باللون الأسود اللي هو هذا الشيبس، ورح جربه أنا وياكم. أوكي ما رح اقدر اكل، ما حبيت صراحة الطعم، ما حبيته يعني. يمكن في عالم يحبوه بس انا ما حبيته. انا لابسة هدول الشغلات فوق بعض، مش موديل ولا ستايل ولا فاشن، لا ما ضل عندي مكان بالشنط، ولقيت هدول التياب انت لبستهم فوق بعض، فلبست جاكيت الجينز وفوقه هاد الجاكيت اللي انا كتير بحبه، وكمان لبست ليجنز اللي هو مبين هون، شايفين هاد ليجنز،
وفوقه هذا الجينز اللي هو الجينز اللي انا كثير بحبه، فلبستهم فوق بعض. وبعدني هون في لابسه الاسود، فيعتبر لهلا انه انا اسود، بس مع انه هذا يعني يوم الثالث صرنا فيها، هلا صار الفجر يعني تقريبا. هيك بنكون وصلنا لنهايه فيديو يوم كامل باللون الاسود. بتمنى عن جد عجبكم هذا الفيديو وحبيتوه. اذا حبيتوه لا تنسوا تحطوا له لايك، اشتركوا بالقناه اذا انتم جداد، كمان فعلوا جرس الاشعارات مشان يوصلكم اشعار لما انا نزل لكم فيديو. اكتبوا لي بالتعليقات اي لون تاني حابين اعمله ليوم كامل، او اي فكره حابين اعملها. انا هلا رح اطلع على المطار، رح اروح على امريكا، سو لما تشوفوا هذا الفيديو يمكن انا اكون صرت بامريكا لانه عملت له اعداد ونزلته لكم ان شاء الله. كثير مشتاقه لاهلي، كثير مشتاقه للسوشي، كثير مشتاقه لستيلا، كثير مشتاقه لكل شيء عن جد. وبس انا نور ستارز، بحبكم، خيرات الله، بشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.